العربيات، عدد كبير جدا مننا بيبقى عنده عربية، سواء عربية بيروح بيها شغله، عربية بيشتغل عليها. فنسبة العربيات في مصر نسبة كبيرة جدا، نسبة البيوت اللي عندها عربيات في مصر كتير جدا جدا جدا، سواء هو بيقودها للاستخدام الشخصي أو بالمعنى البلد اللي احنا بنقوله بياكل عليها عيش، فلازم يهتم بيها. تعالوا نتكلم النهاردة عن الإطارات العربيات، وكمان يعني في الشتاء نتعامل معاها ازاي، ومش هيفوتنا طبعا ان احنا نتكلم ايه موضوع العربيات الكهرباء. طب سوق العربيات رايح فين؟ يعني فرصه النهارده نتكلم عن اكتر من حاجه، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي نورنا، باشمهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنه الصناعه بنقابه المهندسين. اهلا بحضرتك. صباح الخير. نورنا يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. نورنا. اهلا بيك. عندنا اسئله كتير تخص العربيات والاسعار ورايحين فين، ومتحمسين جدا للاسئله دي، بس عايزين الاول نبتدي مع حضرتك بمشاكل العربيات في الشتاء يعني، وموضوع كوتش العربيات. انا هبتدي بدي بقى عشان الناس اللي مش بتعرف تتعامل وما بتكتشفش ده غير لما تحصل حاجه في كوتش العربيه. احنا بدايه بس لما نيجي نتكلم على السيارات ونتكلم على الكوتش تحديدا. ايوه. نقول ايه؟ ان مصر ما فيهاش عربيات كتير جدا، المعلومه شويه ليه؟ لان احنا 110 مليون مواطن. ايوه. عندنا في مصر 11.6 من 10 مليون مركبه بالكامل. يبقى نسبه العربيات للمواطنين كام؟ 10%. امال احنا مش عارفين نمشي في الشارع. انت مش عارف تمشي ليه؟ لان كل العربيات دي متركزه فين؟ في القاهره والجيزه والقليوبيه. القاهرة الكبرى. عشان كده انت حاسس بده. فدول كده تقريبا بيبقى في موجود فيهم حوالي 6 الى 7 مليون عربية. الخمسة مليون اللي باقيين او اقل شوية في 23 محافظة. يبقى انت لازم تحس بالتكدس اللي موجود. طبعا التكدس ده بيعتبر خف كتير بعد انشاء الشبكة القومية للطرق. يعني 11 مليون دول دخل فيهم النقل والنص، كل ما هو كل ما بيمشي على الارض، كله 11 مليون عربية بيمشي على الارض. 11.6 من 10. الناس بتحس كده اللي هو ايه، هو ما فيش حد معهوش عربية من كتر الضغط. أيوة اللي احنا بالظبط. فاحنا العدد العربيات ده هتلاقي منه بس في حدود 8.6 من 10 مليون عربية باسنجر كار، العربيات اللي احنا بنركبها، العربيات الملاكي اللي احنا بنركبها. ما نيجي نتكلم على الكاوتش وعدم وجود كاوتش في الدولة المصرية دلوقتي نتيجة للاعتمادات المستندية اللي وقفت استيراد بعض الحاجات المهمة. هنا بنقول بس ان الاعتمادات المستندية لما نيجي انا داخل بقول انا معايا معتمد لبنكي باكل وبقطع غيار سيارات، يقول لك لا احنا هنمشي الاكل وبلاش قطع غيار السيارات لان دي حاجة ايه ترفيهية. لا طبعا، بالطبع ده غلط جسيم. ليه؟ لان قطع الغيار انا محتاجها، لان العربيات بقت موجوده في التوكيل واقفه كلها على الارض ما بتتحركش نتيجه لعدم توافر قطع الغيار. حاجة خاصه بحياه الانسان اصلا يعني. لو لو ركب قطعه غيار مضروبه زي ما كنا بنتكلم لسه على الغش التجاري. أي. ممكن تودي بحياته يعني. حته القطع الغيار المضروبه وقلته، طبعا الكلام ده كلام ايه، لازم يبقى متخصص شويه. بمعنى هتلاقي في كل توكيلات السيارات على سبيل المثال بينزل عيب معين في سيارة معينة. فنزل في ماركة معينة مشهورة جدا. المين ماستر سلندر، ماستر الفرامل العمومي. والدولة المصنعة قالت ايه، خدوا بعتوا كم عربية؟ 1000 عربية. خدوا 1000 ماستر جديدة هم من اللي متعدل، وفكونا الألف الايه القديم اللي موجود في العربيات. فنعمل حاجة اسمها ريكول كامبين، نلم العربيات دي كلها من السوق بتليفونات للعملاء. يجيبوا العربيات، نفك الألف ماستر ونحط بدلهم الألف الجداد. طب الألف القديم نوديه فين؟ مفروض ان احنا بنحطه كله في مكان ونكسره بالكامل ونرميه في الخردة. والحياة بتكسر؟ اللي بيحصل بقى ايه؟ لا طبعا. اكيد هيتقلق. لا يحصل ايه؟ يقول لك ده نعمة مكسرة. محدش يقدر يقول لا. بنكسر جزء منه، وده بيحصل في بعض التوكيلات الغير محترمة والتي لا تحترم العميل ولا الهيومن كابل، الطاقة البشرية اللي موجودة في الدولة. فيكسر منه جزء ويصوره فيديو والباقي يبيعوا خردة. طب العميل ملوش حق يطالب بالجزء اللي اتشال من عربيته؟ ملوش. سياسة الضمان في توكيلات السيارات على مستوى العالم هو ان العميل ليه جزء اللي يتم استبداله فقط لا غير، لانه ما بيدفعش فلوس حقه هو اللي عنده مشكلة. زي ما قال المتصل ان هو غير مرة واثنين وبعدين صاحب المحل قال له لا ده انت المرة الثالثة تغير على حسابك. لا، في بعض الماركات الألمانية في مصر نزلت، والماركات التشيكية كان فيها عيب في الجير بوكس الأوتوماتيك. وصل العميل لأنه يغير الجير بوكس ما يقرب من 25 إلى 30 مرة.
يغير يغير يغير. معروفة العربية دي مشكلتها في كذا. بيحصل عيب الشركة الأم بيوصل لها تقارير الضمان على مستوى العالم، بيبيع في العالم كله، فيجي لها في تقرير ده فيتال ميستيك، ده خطأ تصنيعي مانيفاكشرينج بايظ، فتنزل هي تبدأ تعدل وتنزل تبدأ تعدل عشان تحافظ على البراند نيم، على اسم المنتج اللي بتشتغله. نرجع تاني لموضوع الكاوتش. فإحنا عندنا هنا موجود في مصر نقص كتير جدا في الكاوتش، فبنسمع ان في مصنع هيتفتح لانتاج الكاوتش وده هيكفي مصر كلها. مين قال يكفي مصر كلها؟ احنا المتخصصين. بمعنى يعني حضرتك عارف ان هو يكفي مصر كلها؟ لا ما يكفيش طبعا. ليه؟ احنا عندنا تقريبا زي ما قلت 8.6 قول 8 مليون عربية ركوب. ال 8 مليون عربية ركوب دي محتاجين، كل عربية محتاجة 5 فرد في سنتين، يبقى الخمسة 40 مليون. 40 مليون، يبقى احنا في السنة محتاجين 20 مليون عربية، 20 مليون عجلة، 20 مليون إطار. حلو. فإحنا نقدر ننتج ده، ما حدش بيغير خمسة يعني بيغير أربعة يعني. ما هو ده بقى خطأ جسيم. ليه؟ أنا بقول لك أنت بتشتري مني العربية بتاعتي مستعملة، الاستبن ما نزلش. ده في عربيات دلوقتي من غير استبن. حلو. الرابر نفسه يعني ليه تاريخ، الماركات الكبيرة بتنزل من غير، ليه تاريخ صلاحية. فأنا بحط التاير في العربية وبغير الايه الاربعه فقط لا غير، ده خطا كبير يعني جدا. يعني معنى ان هي ما نزلتش ده مش معناها انها سليمه، فانا اغير غير الاربعه ودي كويسه. امشي هتمشي السنتين بالاربع فرد ودي محطوطها في الشنطه. بيع العربيه فواحد يقول لك ايه غير الكاوتش، فيقوم غير الاربع فرد ويخلي القديمه دي عشان جديده. تيجي تنزليها وانت ماشيه في الشارع تصادفي تيجي حجره تحت رجلك، تيجي تحت العجله، او يجي مطب شارب قوي فتقومي نازله بيه، تلاقي الكاوتش ده بيعمل زي الارض اللي هي ما شربتش ميه بقى لها سنين، اللي مشققه بالكامل وينفجر. ده يعمل ايه؟ يعمل حادث جسيم على الطريق، خاصه لو انا ماشي على الصحراوي والعربيات كلها واخده سرعتها على 120 كيلو، فتبقى مشكله كبيره. ده اذا اتغير الكاوتش كل سنتين. انا بغير ازاي؟ ده بغير حسب القانون بتاع الوكاله، يقول لك ايه هاتي الفرده بتاعت الكاوتش اللي استبني دي حطيها ورا ناحيه الشمال، وخدي اللي ورا ناحيه الشمال حطيها قدام ناحيه اليمين، واللي قدام ناحيه اليمين رجعيها ورا ناحيه اليمين، واللي ورا ناحيه اليمين خديها حطيها اجيب الاثنين اللي قدام ورا واللي ورا قدام بس كروس. لا 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 أيوة النظام اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. طب نقولها تاني عشان الناس تعرف. السبير تاير ده انا بجيبه اركبه ورا ناحيه الشمال، تمام، واللي ورا ناحيه الشمال اخدها قدام ناحيه اليمين، تمام، اللي قدام ناحيه اليمين اخدها ورا ناحيه اليمين. انا مش عايز اركب السبير، عايز اركب يعني عشان تشتغل وما تنشفش وتشقق. ما احنا قلنا بقى انت الكاوتش بيشتغل في العربيه 50000 كيلو، فكل صيانه 10000 بنعمل حاجه اسمها تاير روتيشن، نعمل دوران للكاوتش بما فيه السبير، يبقى العربية لما تمشي 50000 كيلو يبقى كل فردة من الفرد دي مشيت لها ايه في حدود 40000 كيلو وتشالت 10 في الايه في الشنطة. عشان ما بقاش بعد ال 50 الاقي 2 استهلكوا. تمام بالظبط، يبقى كده الاستهلاك ايه على الخمس فرد. طب هل نتكلم بقى كاوتش ازاي انا اعرفه سليم او مش سليم؟ ايوه. كاوتش فيه عيوب اللي هي ايه؟ انا ممكن ناس تزود الضغط في الاطار ازيد من اللازم، فتلاقي الفردة كل ما يزيد الضغط فيها تلاقيها من النص بقت عالية قوي، بقللت فبقى ملمس، لا خالص بقت عالية جدا والجنبين أقل فوق الأرض. أيوه. فوق الأرض. أيوه. فتلاقي الفردة دي تتاكل من النص كده بالكامل بانتظام. طب لو أنا قللت الضغط تلاقي الفردة ريحت على الأرض. فتاكل من الجنب ده والجنب ده، فتلاقي الفردة متاكلة من الجنبين. طب لو ماشية مظبوطة تلاقي العربية على الطريق، كل ما تكون الفردة نايمة الرسمة بتاعتها لما تبص لها من فوق تلاقيها عامله زي المستطيل. طب لو العربية في الضغط عالي جدا تلاقي ملمسها على الأرض باين زي النقطة واقفة على نقطة. لو هي الضغط بتاع الكاوتش قليل خالص هتلاقي ايه مستطيل ونقطة، وهتلاقي ايه خط لما تكون الايه الضغط مظبوط. فلو واكلة من الجنبين تعرف ان العربية دي دايما كان الضغط بتاعها قليل. طب لو واكلة من النص الضغط عالي كتير. فده كل ده بيبوظ الكاوتش. الحاجة التانية لما تكون العربية بتحدف شمال أو يمين بيحصل تآكل، ده من أجزاء العفشة اللي موجودة في العربية، إن أنت ما بتعملش تشيك أب على العفشة كل 10000 كيلو فيسبب لنا مشكلة في الإطار. يعني لازم أروح لأكشف على العفشة كل 10000 كيلو؟ لا أنت ما بتروحش، أنت بتروح تعمل صيانة دورية كل 10000 كيلو. بيتعمل فيها كل اللازم. الصيانة الدورية دي فروم A تو زد. هو الصيانة دلوقتي الصيانات بقت غالية جدا، وأسعار الصيانات بقى مبالغ فيها، لما تبقى عربية هو اصلا مشتريها ب 200000 والصيانه بتاعت 10000 مش هروح اوديها الصيانه. فبيروح يعني على عند ورشه على ما تفرج يعني يوديها بقى ورشه
يوديها ورشة كلاس A، يعني مش التوكيل بس ورشة كلاس A، يعني اللي شغالين فيها مهندسين وفاهمين بيعملوا ايه، فيعمل تشيك اب على العربية بالكامل. ليه؟ انا النهارده وانا بعمل صيانه دوريه عندي حاجه بسيطه جدا، الخراطيم بتاعه الفرامل اللي بتوصل للمصدر الفرعي وبتاخد من المصدر الكبير اللي فوق، احيانا تلاقيها بدات تشقق. اول ما تشقق تعمل ايه؟ تنزل زيت. انت مش عارف الزيت ده بيجي منين، مين اللي يعرف؟ الفني والمهندس لما يرفعوا العربيه يبصوا الزيت بينقص ينقص ينقص ينقص، فاحيانا تيجي تمسك فرامل مره واحده ما تلاقيش فرامل تحت رجليك. حاجه الثانيه الزيت بتاع الفرامل ده مفروض زيت بيتغير سنويا. ليه؟ الزيت ده بتاع الفرامل ده زيت هو شره لامتصاص بخار المية، لما يمتص بخار المية زيادة عن اللازم أحيانا تيجي تمسك فرامل تحس ان انت بتدوس على زلطة، البدال ما بيتحركش. صحيح. لو حصلت معاك صادنلي فجأة تيجي تمسك كده ما تلاقيش فرامل، تقوم لابس في اللي قدامك، تعمل مشكلة وتعمل حوادث. فالكاوتش مهم جدا يتعمله تشيك اب كل 10,000 كيلو مع الصيانة الدورية اللي بتحصل، مراجعة الضغط في الإطارات. هتلاقي على باب التانك ورا أو على القايم اللي عند باب السواق مكتوب ضغط الإطارات على 30 أو 35 أو 36 34. الضغط الإطارات بيبقى مكتوب على العربية؟ على غطى التانك من الداخل أو على القايم. بيتحدد على أساس إيه؟ إحنا كم واحد راكبين في العربية، أو أنا معايا أمتعة في العربية أو معيش. كل ده يتحدد ومكتوب على الغطاء بتاع التانك، لازم تخلي بالك منه. فالإطارات هي أهم طرق السلامة، أهم حاجتين في السلامة عندنا في العربية الإطارات، الفرامل، وكمان أحزمة الأمان مع الوسائل الهوائية. يفرق معنا الشتاء من صيف؟ الضغط طبعا هو بيحدد لك على الـ على الـ في الشتاء كام وفي الصيف وينتر وسمر. فده مهم جدا من وسائل الامان، وده اللي بيعلي معدلات الحوادث لو انا بهمل ده. ده اهميته فين؟ لما تكون حضرتك في دبي او في السعوديه او طبعا المانيا واليابان، تلاقي في حاجه اسمها مركز الفحص الفني بتاع المرور. مركز الفحص الفني لو في لمبه اسمها لمبه دي كده بريال ومش متغيره، العربيه تسقط فيرجعك تعملها، فبيبص على العربيه فروم اي تو زد. ده بقى مش موجود عندنا في مصر، واللي يقول لك ان هو موجود عندنا في مصر يبقى بيكذب عليك. لا مش موجود طبعا. بالظبط. المركز العربيه داخله الصيانه، مركز الفحص الفني داخله ترخص العربيه ضايعه، بس يقول لك انا وديتها المغسله نضفتها عشان تعدي. طبعا احنا عارفين بتعدي ازاي تاني بقى. دي المشكله. بالظبط، احنا عارفين، كلنا عارفين، كلنا بس عاملين ان احنا مش عارفين. كلنا عارفين، ودي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان المسؤول وصاحب القرار هو لازم يبقى احسن واحد عارف ان السلامه على الطرق اهم. ليه؟ المكون البشري هو اهم مكون في هذا المجتمع. احنا المهم نشتري، احنا لازم نحافظ عليه، نشتري الحاجات اللي احنا واحنا بنعمل الفحص اللي هي هندفع فيها اللي هي ما تساويش ال 30 جنيه ونجيبها مش عارفه بكام. طيب كده احنا عدينا. انا ليه بمشي دايما مع، يعني احيانا يقولوا ايه التوكيل غالي، بس انا ليه ببقى ضامن الحاجه؟ الحاجه الثانيه اي وكيل بيديكي ضمان على الصيانه الدوريه، اي وكيل بيركب لك قطعه غيار بيبقى عليها ضمان. لو ركبت وفيها مشكله تقدري ترجعيها، لكن لو رحتي على الرصيف وخدتي قطعه غيار او حاجه ما بيبقاش عندك ضمان لهذه الايه، لهذه القطع. فده مهم جدا ان انا اروح لفين؟ للتوكيل. اروح للتوكيل. هنا بقى نبدا نخش على الموضوع الاهم اللي هو السيارات الكهربائيه. السيارات الكهربائيه هي اتجاه العالم بالكامل، رغم ان ايلون ماسك بيتكلم على انه هو شاهد خسائر العام الماضي بشكل كبير جدا في تسلا. بالطبع، لان ايلون ماسك اهتم جدا بموضوع تويتر وبدا ياخد من استثمارات المصنع، يبدا يضخ في تويتر، فدي عملت له مشكله كبيره. الحاجه الثانيه الانفليشن ريت، التضخم اللي حصل على مستوى العالم، ده بيؤثر من جانب اخر. الجانب الاهم هو الصين مع للصناعة على مستوى العالم عملت سيارات تشبه التسلا، ولكن بحدود 60% فقط من ثمنها. فبدأ المستهلك الصيني ان هو خدوق، يعني هو لجأ للصين عشان يصنع هناك. هم تقريبا يعني هو ما لجأ للصين، هو الصين اللي باست ايده ورجله لغاية لما راح. واول ما راح بعد سنتين كانوا هم اخدين كل التكنولوجي اللي موجود في السيارات وبداوا هم يفتحوا. هو ده متوقع انه يحصل، يعني بعد الصين. بالظبط، هم الصين اساتذه في هذا المجال. لكن اللي انا بقول عليه ايه؟ ان هم عملوا عربيات فيها اوبشن اعلى من العربيه بتاعته. احنا طبعا مع كامل احترامي للتكنولوجي، وهو صاحب التكنولوجيا على مستوى العالم هو ايلون ماسك في السيارات الكهربائيه والسيارات ذاتيه القياده اللي بتطلع دلوقتي بشكل كبير جدا، لكن الصين بتجري وتلهس وتزحف ورا كل ما هو جديد. كمان الصين، لان الصين ليها جزء كبير جدا في الرقائق الالكترونيه، فعندها امكانيه من احتكار جزء
يقرب من ال 13% من الرقائق الالكترونيه. انا مش فاهمها بعد اذن حضرتك. تمام. يعني احنا لما نيجي نشتري عربيه كهربائيه خلال سنتين ثلاثه اللي جايين، واضح ان العربيات الكهربائيه هتنتشر بشكل كبير جدا في مصر بالذات، هيبقى برضو الماركه الالمانيه هي اوعى التوب، ولا ممكن نلاقي الصين جايبه لنا حاجات تضاهي المانيا ويمكن اكتر؟ كل ثلاث سيارات موجودين في العالم النهارده انهم سيارتين صناعه الصين، والسياره الثالثه يعني صناعه دوله ثانيه. فالصين انا رحت كتير قوي الصين، مصانع هناك على شكل بشكل قوي جدا، التكنولوجي هناك بيشتغلوا على الار ان دي ريسيرش والديفلوبمنت البحث والتطوير، مسخرين له مهندسين في التقنيه عالي جدا جدا جدا. ليه؟ عشان يوصلوا دايما للكمال، الكمال لله، ثم بيجروا كويس جدا وبيصرفوا كويس جدا على الابحاث والتطوير عشان يوصلوا للحته دي. طب ليه بقى العالم كله بيتجه نحو السيارات الكهربائيه؟ احنا عندنا 23% من نسب التلوث والانبعاثات الكربونيه على مستوى العالم طبقا لقراءات بلومبرج كلها بتيجي من المركبات اللي هي السيارات، الحافلات، القطارات، السفن، الطائرات، كل نسب التلوث وسائل النقل يعني كلها يسر. كله بتيجي من الجزئيه دي 23%. فتعهدت كل الدول وكبريات الدول في 21 ابريل 2021 في مؤتمر رئيس بايدن مع 40 ليدر على مستوى العالم ان 2030 كل هذه الدول تعهدت انها تنزل بمعدلات الانبعاثات الكربونيه بنسب تتراوح من 40 الى 60%. وهنا بايدن قال ان احنا 2030 ده لازم يكون كل عندنا سوق السيارات بيتكلم على الكهرباء. ردت المانيا وانجلترا وكوريا واليابان ان كل الاتجاه هو ده، وانسى البنزين وانسى الفحم وانسى الغاز وانسى السولار او الديزل. فكل دول العالم بتجري ناحية الكهرباء. طبعا كان عندنا هنا تجربة رائدة في كوب 27 الكونفرنس اوف بارتيز، مؤتمر الصحبة والنخبة شرم الشيخ 100% كهرباء، شرم الشيخ كله كان بيشتغل على الكهرباء لأن دوت الاتجاه القادم. هتلاقي في بعض الشركات والبنوك العملاقة النهاردة عندها بنك أخضر، بنك أخضر يعني تم تصميمه على المواصفات الخضراء. النهاردة في مباني هتتبني على مواصفات خضراء بيشتغل فيها زملاتنا وأصدقائنا يعني المعماريين. يعني حضرتك تتوقع أن العربية الكهرباء تعمل إيه الفترة اللي جاية؟ وفي مصر هنا إيه؟ يعني حضرتك اتكلمت على اليابان وعلى كوريا وعلى ألمانيا، احنا في مصر هنا إيه؟ الناس دي اشتغلت. لا احنا هنا رايحين فين إمتى؟ احنا فندم عندنا هنا احنا متأخرين شوية كتير رغم من المجهود اللي اتعمل في شرم الشيخ، لكن مصر مش كلها شرم الشيخ. أكيد. مصر كبيرة جدا. فأنت عندك مشكلة ليه؟ لأن النهاردة اتكلم رئيس الوزراء مصطفى مبولي عن ضخ ما يقرب من 3000 نقطة شحن في مصر من أول اسكندرية لأسوان. عملنا حلقة في أبو ظبي فالرئيس الأمريكي بايدن قال إن أنا هضخ 500,000 نقطة شحن في الولايات المتحدة. من 3000 ل 500,000 فرق كبير جدا. احنا لازم نجري بشكل كبير جدا. مصر عندها الليثيوم، هذا المعدن من بنستخرجه من منخفض البطار القطاره. مصر بتعملها حوالي 500,000 طن سنويا، ده يعمل في حدود 100,000 بطاريه للسيارات الكهربائيه. جدا. احنا ليه حضرتك بنبيع الخام كرو ماتيريال للخارج بملاليم ونرجع نستورد البطاريات بملايين؟ ما انا عندي الاصل معمل. بالظبط كده. يبقى احنا هنا محتاجين بس حاجه اسمها النو هاو، التكنولوجي بتاعه الموضوع. أيه. السيارات الكهرباء يا جماعه عشان نبقى فاهمين، هي مش سيارات كهرباء بس، احنا بنتكلم على سيارات كهربيه خطوط الانتاج، نتكلم على خطوط انتاج البطاريات التي تستخدم للسيارات الكهربيه، نتكلم على الريسايكلينج او اعاده تدوير البطاريات، نتكلم على دفن النفايات. ليه؟ لأن دفن النفايات من البطاريات الكهربية هي من الخطورة بمكان أنها تؤثر بشكل كبير جدا. أنا كنت في الكويت في زيارة عند أحد التوكيلات وكان عندهم بطاريتين، اتصلوا باليابان، جم اليابانيين خدوا البطاريتين عشان يدفنوهم عندهم لأنهم مش عارفين يدفنوا البطاريات. ليه؟ لأن احنا بنعمل كل ده عشان نقلل الانبعاثات الكربونية والتلوث. وجود البطارية دي زي بطارية الموبايل زمان، الأول ما طلع الموبايل كانت بطارية قد كف إيدي كده، قال لك البطارية دي خطورة. كنا بنلاقي العيال الصغيرة الأطفال عندنا في مصر ماسكين البطارية القديمة دي بيلعبوا فيها ببقهم، فدي خطورة ومعدل تلوث عالي جدا. يا يعني فندم احنا متوقع خلال الفترة خلال كام سنة السيارة الكهرباء تعمل إيه؟ وإحنا السيارة الكهربائية هي المتوقع تزيد الفترة اللي جاية، ولا داخلين علينا بالهيدروجين الأخضر وبيقولوا لنا في مصنع في عين السخنة والدنيا بتتوسع؟ الدنيا مشيت إزاي؟ مشيت فحم، بنزين، سولار،
بنزين وغاز كهرباء هايبريد هجينة ما بين الكهرباء والبنزين وبعدين هنوصل كهربا. وبعدين سيارات الذاتية القيادة وبعدين هنوصل لفين للهيدروجين الأخضر والنظيف فلسه قدامه شوية احنا فين الهيدروجين الأخضر النظيف لا لسه بعيد الكهرباء خشي من 5 لـ10 سنين هتبدا مصر هي تقول يا هادي تبدا تقول يا هادي احنا شايفين دلوقتي بقيت اشوف بعناية دلوقتي عربيات كهرباء في الشارع في فن بس قليل جدا طبعا بيتكلم اننا نكون عممنا ده وبقى موجود اقدر اقول يعني احنا لما نقول امريكا 2030 هتبقى كهرباء المانيا 2030 هتبقى كهرباء اليابان 2030 هتبقى كهرباء كل دول كهرباء هم عارفين هم حاطين تارجت فين واحنا منشلين عليه ورايحين على التارجت بالظبط احنا مش كده احنا لازم نعمل ده فاحنا محتاجين مين المتخصصين واهل الخبره في هذا المجال هم اللي يفكروا عشان يحطوا مستهدف معين او النهارده مصر ما فيهاش الا صانع قرار واحد فخامه رئيس الدوله فعليه هو يحط الرؤيه والمتخصصين هم اللي يحطوا البروسيس هيعملوا بزنس بلان هيعملوا اكشن بلان يبداوا ينفذوا الكلام ده في تايم فريم معين او في مدى زمني معين عشان نبدا نحقق ده ونشوف واحنا ماشيين في وسط الطريق لو احنا عندنا مشكله في حاجه معينه لازم يكون عندي الترناتيف اكشن عندي حل بديل ابدا اشيل ده احط ده زي فرقه الكوره لما بيحصل عندك قصور في اي حاجه عملت بديل وتوفيق ولا اي حاجه بالظبط كده مشكورك جدا الوقت مر مع حضرتك بسرعه وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنه الصناعه بنقابه المهندسين صباح الفل عليك نورتنا جدا يا باشمهندس شكرا جزيلا اشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده نشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي وحلقه راس السنه تبقى حلقه ان شاء الله مميزه جدا نشوفكم على خير وصباح النور يومكم جميل